أكد أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار المجتمعي أحمد عاشور على أن القضية السكانية تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. النهاردة إحنا استمعنا لأكثر من 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية وجميع الأطياف والخبراء والمتخصصين فيما يخص القضية السكانية. هناك اتفاق بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا اللي بتواجه المجتمع.